اهلا بك يا شيخ بطي. اهلا بك. اهلا بك. محسوبك ابو البراء. اهلا اهلا. عرفتك عرفتك. ها. ولكن كيف انت عرفتني وانا متنكر؟ سبحان الله، من وجهك الجميل، من نور وجهك. نعم، فوجهك ما شاء الله يشع نورا. هيا بنا، الاخوه في انتظارك. هيا 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 بسرعه، تفضل من هنا. بارك. Bienvenido, señor Shuzan. مب شوزان، أي شوزان، بين شوصان، أنا في شوصان، وجاد إنك أنت مستر كارلوس. طبعاً برحب فيك ببلدنا. هي. الديس سيجورو تو إيرس كارلوس. سي سي. سي سي. بعرفك عن حالي، أنا المترجمة ميرفت. بحكي عربي كتير منيح. رح ساعدك قد ما فيه. يا سلام الله عليك، قلتي ميرفت؟ ايه ميرفت، هذه بوي ناقتي صقر اللي شراها من عندي وسبقت في الميدان وخلاف انحاشت، ما ادري بقى وين شارت، يمكن نلاقيها في بلادكم هني. شو؟ شو تعرفين انت شو بعد؟ بينفينيدو مي تيرا. مي تيرا. ياك عمي ياك. مسج على اعصابي، ترى انا على اعصابي قاعد انطر. شو يقول؟ مسج من البشوصان يقول طار الطير وحط الطير. قال حط الطير ولا طار بخضير؟ لا، طار الطير وحط الطير. الحمد لله، امان معناها بعد. ويقول وصل يعني. يقول شيء ثاني بعد تحته، يقول الناقه اللي راحت بترد جايه. شنو؟ الناقه اللي راحت بترد جايه. بترد جايه شنو يعني؟ بترد جايه يعني بترجع مره ثانيه. والله اكو ناقه ترجع قريب بترد جايه، هذا ما اتفقنا عليه. هذا يطلع حجي من عنده انا وهو يشرب. ما ادري عمي ايش دار. ايش في هذا حجي ميانين هذا؟ الله يحفظه. فيدوخ من الواقع. ادري عنه ادري عنه. هذا مسج من بطي. اشوف بطي ايش يقول؟ يقول طار الطير حط الطير. اكيد؟ ايه. ما قال طار بخضير؟ لا. خلاص معناها الاثنين واصلين.